فيلم النهاردة بيحكي عن شاب فاشل اتعلم فن قتال سر من جده علشان ينتقم ويدمر كل أعدائه. وبدون ما اطول عليكم يلا نستمتع. قصتنا بتبدأ مع الشاب شين لانج وهو بيتعلم أساليب الكونغ فو السرية من جده المعلم باي. ووالد ووالدة شين اتوفى في حادثة كبيرة وهو صغير، ومن وقتها هو عايش مع جده وبيتدرب معاه. وفي وسط التدريب فبنلاحظ ان المعلم باي بيدرب شين بقوة رهيبة لأنه عاوزه يبقى واحد من أقوى المقاتلين في الصين كلها ويقدر يتصدى لأي حل. بس شين كان شاب مستهتر وكسلان وما بيحبش يتمرن، فالمعلم باي ذنبه بقسوة شديدة علشان يتعلم الأدب وما يبقاش شخص فاشل. وبعد فترة المعلم باي خرج للشغل وكان بيبيع ألعاب للأطفال في وسط السوق. أما شين فبدأ يلف في الشوارع الصينية وهو كان في طريقه، فشاف مجموعة من الشباب بيلعبوا قمار فقعد يتفرج عليهم. ولأن شين ذكاء وحاد فقدر ان هو يكشف الخدع بتاعتهم بكل سهولة وعرف انهم بيغشوا، فساعد واحد من الناس علشان يكسب الرهان. وبعد ما انتهى فقسم معاه الفلوس اللي هو كسبها، ومن هنا الشباب اتعصبوا وقرروا انهم لازم يعملوا كمين لشين لانه خسرهم مبلغ مالي كبير ملوش اي حل. ولما شين كان مروح للبيت فجأة الشباب اللي كانوا بيلعبوا قمار بدأوا يراقبوا شين واللي بيكون اسمهم البيضة الصغيرة والدب الكبير والتور الحديدي. وفي البداية شين ما كانش عاوز يقاتلهم لان جده طلب منه ما يستخدمش مهاراته في الفنون القتالية قدام الناس، ولكنهم بدأوا بالهجوم عليه بشراسة عالية جدا. ومن هنا شين اضطر ان هو يدافع عن نفسه ويستخدم مهاراته الخرافية في الكونغ فو. واول واحد شين دخل في القتال معاه هو التور الحديدي واللي كان بيستخدم فن قتال الرأس الحديدية، ولكن شين تفادى كل ضرباته بمهارة عالية جدا وقدر ان هو يهزمه في ثواني معدودة. اما تاني شخص فكان الدب الكبير واللي كان بيتميز بحجم جسمه الضخم، ومع ان شين كان اصغر منه في الحجم الا انه كان سريع وضرباته مميتة وقدر ان هو يسيطر عليه بكل سهولة وعمل اعصار هجومي ملوش اي حل وقدر ان هو يهزم خصمه بسهولة تامة. اما الشخص التالت فكان البيضة الصغيرة وكان بيتميز بسرعته وضرباته الخطافية المميتة، ولكن شين كان اذكى منه وقدر ان هو يهزمه ويغفله في القتال. وشين مسك التلاتة طحنهم وعلمهم الادب ومسح بيهم الارض وقال لهم لو حد قرب مني تاني فهخلص عليه بكل سهولة، وبعد كده كمل في طريقه. وبالليل شين اشترى عشاء لذيذ وقعد ياكل هو وجده المعلم باي، وكان جايب الاكل ده من الفلوس اللي كسبها من القمار. ولان المعلم باي يعرف ان شين شاب فاشل ومعوش اي فلوس في جيبه، فاكتشف ان هو كسب فلوس العشاء اللذيذ ده من لعب القمار، ومن هنا قرر ان هو لازم يعاقبه. وتاني يوم شين بدأ يتدرب مع المعلم باي بالعصيان. وفي وسط التدريب فالمعلم باي قال لشين انت استخدمت مهاراتك في الفنون القتالية في الشر علشان تكسب الفلوس، فقرر ان هو يعاقبه ونزل فيه طحن بدون اي رحمة. والمعلم باي كان شديد على شين لانه مش عاوزه يبقى شخص فاسد ويستخدم قوته في الاعمال التخريبية. وفي النهاية شين اعتذر للمعلم باي وكان هيعيط لانه لعب قمار من وراه. وشين وعد المعلم باي ان هو يستخدم مهاراته في الفنون القتالية في حالات الطوارئ وبس. وشين انطلق لشغله الجديد مع راجل بيبيع التوابيت، ولما كان بيتعلم اساليب السلع منه فوقع تابوت كبير عليه بدون اي قصد وكان هيقتله، فالراجل افتكره ان هو غبي وطرده من الشغل تماما. وبعد فترة صغيرة فالبيضة الصغيرة والدب الكبير والتور الحديدي كانوا بيتمشوا في السوق، لكنهم لاحظوا شين بالصدفة فمشوا وراه. ومن هنا شين اتعصب عليهم وقال لهم لو دخلت معكم في القتال تاني مش هرحمكم يا شوية كلاب، ولكنهم قالوا له انهم عندهم فكرة هتخليه يكسب اموال كتير. فشين وافق على عرضهم لانه مطرود من الشغل ومش معاه اي فلوس. ومن هنا التلاتة اخدوا شين لواحد من رجال الاعمال الاغنياء في المدينة وعرض على شين ان هو يفتح مدرسة فنون قتالية علشان يدرب فيها شباب البلد ويعمل ثروة ملهاش حدود. وفي البداية شين كان متردد لان لو جده عرف ان هو بيدرب الشباب على الكونغ فو بدون اذنه فهيمسكه ويطحنه، ولكن الفلوس اغرته
وافق على عرض رجل الأعمال. وبعد ما المدرسة اتفتحت بفترة صغيرة، فكان في معلم من مدرسة منافسة ظهر وطلب ان هو يتحدى شين في القتال. ومن هنا رجل الأعمال قال لشين ان في معلم عاوز يتحداه، ولو كسب في القتال فهيتشهر في المدينة كلها. ومن هنا شين ما كانش عاوز يتشهر، لانه لو اتشهر فجده هيعرف ان هو بيعلم الفنون القتالية من وراه وهيمسكه ويظبطه. ومن هنا شين قال لرجل الأعمال ان هو هيتنكر على شكل عامل نظافة وهيقاتل المعلم بدون ما اي حد يعرف هو مين. وبالفعل نفذ الخطة بتاعته وقدر ان هو يتنكر على شكل واحد من عمال النظافة، وراح علشان يدخل في القتال. وفي البداية المعلم استهتر بيه وافتكره ضعيف، ولكن شين هجمه بشراسة رهيبة، ومن هنا القتال ما بينهم اشتد والاتنين نزلوا طحن في بعض بدون اي رحمة. ولكن الاساليب السرية اللي شين اتعلمها من جده ساعدته ان هو يكسب القتال، وقدر ان هو يهزأ المعلم قدام كل تلاميذه وخلاه يهرب من المدرسة زي الكلب. ومن هنا رجل الاعمال قعد يتفخر بنفسه وقال ان مدرسة الفنون القتالية دي من اقوى المدارس في المدينة كلها وملهاش اي حل، ومفيش اي حد في المدينة يقدر يتغلب عليها. وقبل ما يخلص كلامه فكان في معلم من مدرسة منافسة ظهر وتحداه، وطبعا رجل الاعمال كان ضعيف ومالوش في الفنون القتالية، فاضطر ان هو يرجع لشن من تاني علشان يتقاتل باسمه ضد المعلم المنافس. ومن هنا شن استغل الموقف ووافق على القتال، بس بشرط ان هو ياخد مبلغ مالي كبير مالوش اي حل، ورجل الاعمال وافق غصب عنه. وبالفعل شن رجع للساحة من جديد وبدأ في القتال، ولكنه اتفاجئ بقوة خصمه الاسطورية في الفنون القتالية، ومهاراته كانت عالية جدا، ده غير ان هو كان بيستخدم سيف ساموراي حاد ممكن يخلص عليه في اي لحظة. ولكن شين ردت فعله كانت سريعة جدا، وقدر ان هو يتفادى كل ضربات خصمه ومسك عصا خشبية ونزل فيه طحن بدون توقف لحد لما كسب القتال. ووقت ما شين كان بيقاتل معلمين مدارس وبيكسب الفلوس، فالمعلم باي اتصاب بمرض خطير وحالته الصحية اتدهورت بشدة، ولكن شين كان بيشتري له علاج كل يوم وبيهتم بيه. ومن هنا المعلم باي اتعجب وما كانش فاهم شين بيجيب الفلوس منين، لانه فاشل وما عندوش اي شغل. ولما بدأ يفتش وراه فاكتشف ان هو مخبي مبلغ مال كبير في حديقة البيت. وفي البداية المعلم باي حس بالغضب وافتكر ان شين حرامي وبيسرق الناس علشان يجيب فلوس، ولكنه تتبعه واكتشف ان هو بيقاتل بدون اذنه وبيستخدم مهارات الكونغ فو اللي اتعلمها منه في جمع الاموال. ولما شين فاز بالقتال الخاص بيه فاخد باله ان المعلم باي شافه من بعيد، فجري علشان يهرب منه. ومن هنا المعلم باي مشي وراه علشان يكلمه، ولكن شين اختفى من المكان بسرعة البرق، فالمعلم باي انطلق وراه علشان يدور عليه. وبعد فترة صغيرة في عصابة من المقاتلين بقيادة واحد اسمه ين ظهروا في المدرسة وسألوا رجل الأعمال عن المعلم باي وهددوه علشان يعرفوا مكانه. وبعد فترة قصيرة ين وعصابته وصلوا لبيت المعلم وتحدوا في القتال. وللأسف الشديد المعلم باي كان في أسوأ حالاته والمرض كان مدمره تماما، أما ين فكان مقاتل مدمر عديم الرحمة واستغل ضعف المعلم باي ومسكه طحنه بكل الطرق. ولما شين وصل وشاف القتال من بعيد فكان عاوز يساعد جده، ولكن في شخص مجهول منعه يتدخل لأن ين قوي وهيخلص عليه تماما. وللأسف الشديد ين سيطر على المعلم باي لأنه مريض وضعيف وقتله بدم بارد باستخدام فن مخلب النسر، وبعد كده مشي من المكان. وطبعا شين ما كانش مصدق نفسه لأن جده ومعلمه مات قدام عينيه وما قدرش يعمل أي حاجة. ومن هنا الراجل اللي منع شين يتدخل في القتال ظهر وقال له أنا اسمي لي، وكان صديق عزيز للمعلم باي، وكمان قال لشين إن الراجل اللي قتل جده يبقى اسمه ين. وين كان بينه وما بين المعلم باي عداوة قديمة بقالها سنين طويلة، فشين اتجنن وكان عاوز ينتقم من ين بأي طريقة ممكنة، ولكن ليه قال له أنت لسه ضعيف ولازم تتدرب على أساليب الكونغ فو السرية علشان تجهز للقتال النهائي ما بينك وما بين ين، لأن ين يعتبر واحد من أقوى المقاتلين في الصين كلها ومستوى عالي جدا في الكونغ فو. وبعد فترة شين سيطر على حزن شديد بسبب وفاة جده وقعد ياكل مع لي، ومن هنا لي بدأ يخطف الأكل من إيديه علشان يجرب ردة فعله ويجهزه للقتال. ومع الوقت لي وشين بقوا أصدقاء أعزاء ووعدوا نفسهم إنهم لازم ينتقموا من ين بأي طريقة ممكنة ويرجعوا حق المعلم باي. وتدريبات شين كانت شاقة جدا وملهاش أي مثيل، لأن لي عارف إن ين قوي ولازم ياخدوا حذرهم منه،
أما شين فكان بيموت نفسه في التدريب كل يوم، وما كانش في دماغه غير حاجة واحدة بس، وهي تدمير ين والانتقام لجده المعلم باي. ومع الوقت مستوى شين تطور في القتال وبقى ماهر جدا بطريقة أسطورية، ده غير ان ليه علمه ازاي يتحكم في التنفس بتاعه علشان يستحمل كل الضربات اللي هو يتعرض لها. وبعد فترة طويلة من التدريبات الشاقة فليه أخد شين للمدينة وقال له يتفسح شوية علشان يستريح. ومن هنا شين لاحظ ان في رجل عجوز بيبيع العاب الاطفال، فافتكر جده المعلم باي وكان حزين جدا عليه، ولكنه لاحظ ان ين هو واتباعه بيتمشوا في شوارع المدينه فهجم عليهم زي الوحش بدون اي تردد. وللاسف شين كان ضعيف وما كانش لسه جاهز للقتال قدام ين بسبب انه لسه ما كملش تدريباته الشاقه. ومن هنا ين مسكه وطحنه وهزاه قدام الناس كلها، ده غير ان هو اتعصب عليه وكان هيقتله بدم بارد، ولكن من حسن الحظ ليه ظهر على اخر لحظة وقال لين ان شين يبقى ابنه وان هو شخص مجنون وبيتخانق مع اي حد ماشي في الشارع زي العبيط. فين سابه في حاله بعد ما كان هيقتله، وبعد كده ليه قال لشين انت شخص غبي ومتهور وكنت هتقتل نفسك، لان ين كان شخص قوي ومحدش هيقدر يهزمه ولازم تجهز وتبقى قوي جدا قبل ما تقابله. وطبعا شين حس بالحزن الشديد وقال ان هو ضعيف ومش هيقدر يرجع حق جده المسكين، فليه قال له انا هعلمك تقنية المشاعر السرية. والتقنية دي كانت بتهتم بتلات اساليب، والاسلوب الاول كان الاسلوب الحزين، والاسلوب ده المقاتل كان بيعتمد على التفادي واستفزاز قوة الخصم، والاسلوب التاني كان الاسلوب السعيد، والاسلوب ده كان بيعتمد على السرعة وتشتيت تركيز الخصم، والاسلوب التالت والاخير يبقى الاسلوب الغضبان، وبيكون في المقاتل بيعتمد على القوة في تدمير اعدائه والقضاء عليهم. وبعد ما شين خلص تدريباته فرجع للبيت علشان يقابل لي، ولكنه اتفاجئ ان المكان متبهدل ولي مش موجود، فانطلق علشان يدور عليه وسط الغابة، واتفاجئ ان في مجموعة من اتباع ين نازلين فيه طحن بدون اي رحمة. ومن هنا شين دخل معهم في القتال علشان يدافع عن لي، وفي البداية اتباع ين استغربوا جدا وفضلوا يستهتروا بيه، ولكن ين مسكهم زبطهم، فالتلاتة اجتمعوا عليه واستخدموا اسلحتهم، ومن هنا بتظهر قوة وسرعة شين الخرافية لانه اتفادى ضرباتهم بسرعة البرق وقدر ان هو يسيطر عليهم كلهم وكسب القتال. وبعد كده ين ظهر وكان حاسس بالغضب لان شين خلص على رجالته واحد ورا واحد، وبالفعل القتال ما بين شين وين بدأ وفي بداية القتال، فين قدر ان هو يسيطر على القتال بشكل كامل لان خبرته كبيرة جدا في الفنون القتالية وما عندوش اي رحمة، ده غير ان هو قطع ملابس شين وعوره باستخدام فن قبضة النسر. ومن هنا شين استخدم الاساليب السرية اللي اتعلمها من لي وبدأ بالفن السعيد وكان بيبتسم في القتال زي العبيط. وطبعا ين ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، ولكنه اتفاجئ من سرعة شين وفقد تركيزه في القتال. ومن هنا شين غير اسلوبه القتالي للاسلوب الحزين وبدأ يعيط بدون اي سبب، ومهما ين حاول يضربه فشين كان بيتفادى الضربات في ثواني معدودة وسيطر عليه بكل سهولة. وفي النهاية شين استخدم اسلوبه القتالي الغاضب وقدر ان هو يستجمع كل قوته ونزل طحن في ين بدون اي رحمة علشان يرجع حق جده المعلم باي. وفي النهاية شين وجه ضربة قاضية خلصت عليه تماما وقدر ان هو يحقق انتقامه اخيرا. بعد كده اخد ليه لأقرب مستشفى علشان يعالج جروحه، ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يا الله سلام.